للمرة الأولى في مصر تشهد جامعة المعرفة الدولية المستضيفة لجامعة نوفا البرتغالية مؤتمر QS Reimagining Education، والذي يعرف باسم جوائز أوسكار التعليم، وذلك بمشاركة 1400 متنافس حول العالم في مجالات مختلفة، منها جوائز المعلمين والجامعات وشركات تكنولوجيا التعليم والمنظمات الابتكارية. It gives us great pleasure to be here. إنها سعادة كبيرة أن نكون متواجدين في مصر وفي مقر جامعات المعرفة الحاضنة لجامعة نوفا والتي تستضيف مؤتمر QS، وما نقوم به هنا هو تحدي للجامعات العالمية للتفكير في التعليم وما الذي يمكنهم القيام به للمستقبل المجتمع والعالم. وفي كل عام نقوم بتنظيم مسابقة تنافسية بين 1400 من الجامعات والشركات والمهتمين بالتعليم حول العالم ليقولوا لنا ما الذي يمكنهم القيام به لتغيير مستقبل التعليم، وأيضاً ليقوموا بعمل أفضل لإعداد جيل جديد من القادة والذين سيتولون مسؤولية مجتمعنا وكوكبنا. QS بتقيم عدد من المؤتمرات السنوية بمختلف الدول، لكن كان عندنا إحساس قوي بوجود مصر على الخارطة وليها أثرها الكبير جدا. مصر ما شاء الله هي بوابة لأفريقيا، وحابين جدا نوصل لهذه التشاركية بين جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بين جميع الأقاليم المختلفة وخاصة أفريقيا. المؤتمر هو إضافة قوية للعملية التعليمية في مصر وخاصة في مجال التعليم الدولي بالجامعات. What happens is that we benefit from the outstanding conditions that the Egyptian government. ما يحدث أننا نقدم خدمة تعليمية وفق رؤية الحكومة المصرية، وهي أن تجتمع عدة جامعات دولية في مصر، ونحن متواجدون في مقر جامعات المعرفة. وعندما تعاوننا مع QS لتنظيم هذا المؤتمر شعرنا أنها فرصة عظيمة لنا، لأن نوفا تعني الابتكار، لذا فهذا الأمر هو في أساساتنا، ولهذا فإن ما تقدمه الجامعة هو ابتكار من أجل الشباب، وهو ما قمنا به من أن نأتي ببرامج مبتكرة في القاهرة، فهذه فرصة جيدة أن نشارك تلك القيم مع الجامعات الإقليمية والدولية المتواجدة في مصر، ونأمل أن نروج للأفكار المتعلقة بتطوير التعليم والتحول الرقمي وقيمة التعليم لصالح الأجيال القادمة. من أول يوم وإحنا هدفنا فعلاً إن إحنا نبقى ترس في 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 المساعدة اللي بيحصل في الدولة من نهوض بالعملية التعليمية، وده كان طبقاً لرؤية الدولة للتطوير التعليم لسنة 2030 ورؤية سيادة الرئيس لفروع الجامعات الدولية، وهو ده فعلاً اللي إحنا عملناه. إن إحنا بدأنا بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية وهي بتستضيف النهاردة فرعين لجامعات من الجامعات المصنفة عالمياً، جامعة نوفا في البرتغال وجامعة كوفنتري. النهارده بيشتغلوا بقى شايفين ان التعليم بقى في مصر في مستوى التعليم خارج مصر، فيسافروا ليه افضل. وطبعا ان QS اختاروا مصر، اختاروا جامعه المعرفه نعملوا فيها المؤتمر ده شيء ممتاز. ده بيدي برضه بيلفت النظر للعالم كله ان مصر بقى فيها تعليم محترم، ومصر فيها تعليم كويس، ومصر فيها مش بس جامعه، فيها 20 جامعه كويسه. يسهم مؤتمر QS Reimagine Education للارتقاء بالتعليم الجامعي، ويأتي اختيار مصر لتنظيم المؤتمر كونها حاضنة للعديد من الجامعات الدولية التي تمثل طفرة في مجال التعليم العالي في المنطقة. محمد القليوبي لبرنامج صباح البلد.